مرحبا بكم مرة أخرى في الماتينال. سعداء باستقبال أخصائية طب الأطفال مدام وفاء زيادي سديريس. بخير مدام، شو أحوالك؟ مرحبا، الحمد لله. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على التغذية ونمو عند الأطفال، وقتاش ينجم يكون فما تأخر وقتاش ينجم يكون نمو طبيعي. اما بعلاقه بالتغذيه كولا بطبيعه. احنا الحصه الفارطه حكينا على التغذيه وبرشا سالوني قالوا لي دكتوره ما طولتليش ما عطيتنيش انا باش نطولوا. وفات احنا سيتي الحصه الفارطه سيتي على تنوع التغذيه، معناها على ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير. وقتاش سي بيرمي باش ندخلوا حاجه اخرى خلف الحليب بعدك الاربع شهور ونص خمسه شهور الاولاني، وشنو ندخلوا ومن شنو نخافوا. سيتي سورتو سا، معناها في الكونتينيتي بيدها، معناها باش نحكيو على التاخر النمو في الميزان والا في الطول والا زوز مع بعضها، على خاطر نجموا تكونوا متاخرين يا في الطول اكاهو، نجموا نكونوا متاخرين في الميزان اكاهو، نجموا نكونوا متاخرين في الطول وفي الميزان. باهي، اما هذا كل بيان سور بعد ما نرجعوا بحث الشيف فتحيه اللي تحضر لنا في النمو نتاعنا احسن. نعمل لكم في طاجين اليوم يحل الشهيه للصغار اللي ما يحبوش ياكلوا، بالاخص فما صغار ما يحبوش الحاجات النيه اللي هو البسباس واللي يحل الشهيه. تنجموا تعملوه لهم طاجين راهو ولا سلطه. البسباس عندنا في تونس عنده خاصيه كي تيب يولي كيما لي زوندي، فما احنا ما نطيبوهش، ديما ناكلوه ني، ناكلوه مرقه، ناكلوه معناها انواع اخرى الا طاجين والا حاجات بنينه هكا كي غوليف لو كو. خذيت البسباس قصيته ورق ورق هكايا، توا قاعدة نفرش في المول بتاعي، يلزم نغطيه بالقدا بالقدا من الحراف ومن فوق ومن الكل، باش من بعد اللحم تاعي قاعد يطيب اللي هو ستيك دو داند مليحة. قصيته جويد وفوحته وحطيته شوية ثوم وبصل باش يعمل تختوخ باهي وإيبي شوية، باش نزيدو شوية معدنوس. بالطبيعة المعدنوس كيف كيف باهي معناها في المنظر نتاعو في المطعم. نحط له ومن بعد نخلطه بالعظم مليحة وشوية جبن، خذوا جبن اللي تحبوه، لكن يلزم القاع نتاع الريسيبيون نتاعكم اللي باش طيبوا فيه يلزم يكون مغلف بالكدا بالكدا بالبسباس. فما استيس صغيره يلزم نقول عليها فاطمه، اللي هي وقت قصيت البسباس الناس كل يقولوا يكحال فيسع، تاخذوا شويه قارص تعصروه فوق البسباس تخلطوه يولي ما عادش يصدد، احنا نقولوا إل سوكسيد على خاطر هو اون كونتاكت ديريكت مع الهواء يخرج الحديد نتاعو ويولي احمر باش يستحفظ على كل معناها المنافع اللي فيه. ناخذ نكته قارص مش برشا، معناها مغرفه نتاع قهوه نصبها هكا فوق ونرشها فوقه ونخلطه يقعد ابيض كما تشوفوا فيه. توا مازال كان باش نخلط كما تخلطوا التواجن الكل، قاعده نشف في اللحم نتاعي هنايا كما خلطوا الطاجين الكل. لازم اللحم يكون ناشف مليح خاطر البسباس شيء يسيب شويه ماء، واذا كان تخليه الطاجين مبلول ياسر يولي يقلق في من بعد في القصعه. ما كي تشيحوا اللحم بالكدا من بعد تخلطوه مع المعدنوس مع جبن مع شويه عظم مليحه. الطاجين هذا باش نحط فيه ثلاثه كعبات عظم مش ياسر، ونغطيه من بعد بالبسباس من فوق يدخل يطيب في كوشه 200، نخلي له تقريبا نص ساعه نطلع عليه. اذا كان البسباس طاب ووسطه تروب بالكدا نخرجه ونخليه يبرد ومن بعد نفرغه. باهي شيف فتحيه ميرسي بوكو. ونرجعوا نحكيوا التغذيه مع مدام وفاء زيادي سديري اخصائيه في طب الاطفال. المره الاخرى حكينا كيفاش صغيرات نبداو نجموا ناكلوهم من الاربع اشهر، كيفاش ننوعوا لهم في الماكله، ندخلوا شويه خضره من اللول شويه غله بشويه بشويه بعد نخلطوهم ولي برودو، ما نحطوش الملح ما نحطوش السكر. اي سورتو اي ما انا باش نذكروا نساء. اما مدام فما حاجه بعد ما كملنا قلت لي فاطمه حقني قلت لي هي العسل. وي العسل. فاطمه سامحني فاطمه اللي اكسبيرت عندها اون ميموار ما شاء الله. حضروا لي الزوزه راني شاده نسمع. والله كان جيت باخذ بالنفس، راه مش انا اللي صاير فيا هكا. مدام العسل افكتيفمون العسل ما كانش ما يلزمناش ندخلوه قبل العام. علاش؟ خاطر العسل بيان كو هو منافعه معناها مانيش انا لا تعد ولا تحصى ومانيش انا باش ننكرها، لكن تنجم تكون سبب في الانفكسيون بوتوليك.
بوتوليزم هذايا، فما اون بكتيري موجوده في العسل هذايا اللي الصغار قبل عام يل نو بوف با كومباتر، معناها ما ينجموش يقاوموها، هذاك علاش ديما نخليو العسل بعد العام. البوتوليزم سي اون انفيكسيون، لا سي اون انفيكسيون، سي اون بكتيري اي ترانسميس باغ هذايا، وتنجم تقلقنا من بعد برشا، تنجم تعطينا ردين، تنجم تعطينا سورتو اون اتانت او نيفو دي نير، معناها الاعصاب تتجبد وتتشنج، فهمت؟ هذا البيبي اي قبل من عام السيستم تاع المناعه نتاعو مش فوالا. باهي توا باش نحكيو التغذيه ونواصلوا في نفس النسق، انه احنا مره اخرى قلنا بربي يفو انسيستي، صغير ما حبش ياكل مره واثنين وثلاثه واربعه وعشر مرات و15 مره، صافي بنت مال ما نفدوش، لكن سورتو ما نغصبوش عليه، نوعوا له نذوقوه، اليوم ما حابش غدوه نعاودوا، نخليو نرتحوا نهارين ونعاودوا، مي اونيسي او ماكسيموم باش نوعوا له التغذيه نتاعو، هكاكا معناتها يلفا اكيغيغ بشويه بشويه الفرق ما بين الذوق المذاق نتاع كل فخوي ولا غله والا خضره. وحاجه اخرى زاد البيبي ما ننساوش انه ستانس فتره طويله انه ياخذ كان الساهل ارطب ساهل، دونك ما فيها باس كان كيما علمونا جداتنا زاده نرحيو على الاخر من الاول كل ما بربي ما نحطوش في البيبغون، معناها البرود وما نحطوش في البيبغون تاع البيبي ونخليه يرضع، يلزمنا نعلموه ياكل بالمغرفه من الاول نعملوها بريسك ما، ومن بعد نمشيو نخرجوا شويه فيغ لاج من عمر سبعة شهور ثمانية شهور نسنسوه هكا يقرمش حاجات، معناها تكون يبسه شويه، معناها مش لازم يكون مرحي على الاخر باش يتعود هو يقبل فوالا ما عدتو تهضم اي سورتو يقبل، حتى ساعات تقول لك يسكر فمه وما يقبل حتى شيء وسورتو ما تفاجئوش من لي سيل نتاعهم، معناها اذا كان تبدل ولا يتبدل اشاك انتي ما يتبدل، معناها ما نعرفش انا كان وكلناه برشا سبناخ باش تبدل لي سيل نتاعو سا سي نورمال، الوسخه الكبيره هذيك نتاعنا تتبدل، كل اليمون جديد تنجم تعمل لنا شويه دياري. اي نعم بلوس تكتشف حاجه بدك مره يكتشف حاله معناها عادي. تنجم تعمل لنا شويه دياري ما نخافوش منها، معناها مش طول نخافوا نقولوا ليه ليه عمل لي دياري ما عادش ناكلوا، لا بشويه بشويه بشويه، اليوم عملت مره جايه دونك كيفاش يلزمنا ناكلوا؟ دو سو فيت فوالا دو سو فيت احنا يلزمنا اون رابيل رابيدمون اللي عندنا مراحل نمو مختلفة، عندنا مرحلة الغابيد معناها اون فيتيس دو كروسونس غابيد من الصفر لأربع سنين صغير يكبر بالكدا بالكدا، اي سورتو اي سورتو العام الأولاني اي سورتو ست شهور الأولانيين، دونك احنا يفو افواغ دي روبير، مثلا بيبي يتولد اون موين 3 كيلو في الخمسة شهور يضاعف الميزان نتاعي يولي 6 كيلو وفي العام يولي 9 كيلو، هذا المعدل، فما شكون يولي أكثر في العام؟ أقل شوية فما شكون أقل شوية إيفيكتيفون، تو نرجعو بعد عندنا الديكور بنتبعوهم احنا المنحنى هذايا نتاع النمو نتبعوهم باش نعرفوا شكون بيبي اللي تأخر شكون لا. حاجة أخرى بالنسبة للطول مثلا العام الأولاني ناخذوا 25 سنتيمتر معناها سي بوكو، يتولد ب 50 يكمل العام ب 75، العام الثاني ناخذوا 10، العام الثالث ناخذوا 8، اي ابخي كل عام ناخذوا 5 ل 6. معناها دير اللي العام الاولاني اللي نخلطوا مدام وليو بالطلاق. العام الاولاني اللي تري امبورتون اي سورتو 6 شهور الاولانيين، خاطر في 6 شهور الاولانيين البيريود الاولانيه النمو خاصه نمو المخ قاعد يكبر، ومن بعد بيان سور الاعضاء الاخرين ساسوي. باهي توا كونتيس وقتاش نحكيو على تاخر النمو؟ باهي ساعة في تاخر النمو عندنا كيما حكينا توتالور اللي عندك الميزان وعندك الطول، عندك طول والميزان زوز يكونوا ناقصين ويجم واحد فيهم يكون ناقص ولا خلاء. باهي دونك وقتاش نقولوا وقت اللي الطول يكون اقل من دو ديفياسيون ستاندار. شنو معناتها؟ هما او فيت حبيت جوست نذكر انه يلزمنا اون فونكسيون دو لاج الطول بالعمر بالوزن بالعمر وبالوزن هذايا واحد اخر بالسكس بالسكس فوالا البنات مش كيما الاولاد كل واحد فيهم عنده كورب نتاعو هذوما هما لي كورب دو كروسونس ما نعرفش كان نجمو نركزوا شويه كيكا يقربوا صعيب شويه باهي وهنايا في كل كورب نتاع صغير يحط لك امه قداش طولها وبوه قداش طوله فاكتور ايه فوالا
معناتها معليش ما فهمتش. ماني امه طويله وابوه طويل عادي لو انه يكون اطول. امه قصيره. سيسا هذا معناتها كيف كيف هذا الكورب نتاعنا الغوز التوالينا معناها هذوما لي ليميت نتاعنا كيف كيف لوب والبو وهذوما يلزمهم يكونوا معناتها يتبعك بهم الطبيب كوا. ايوه هذوما علاش احنا نقولوا سي امبورتون الفيزيت بيريوديك معناها صغير حتى كي ما يمشيش البيدياتر من الاحسن كل 3 شهور كل 6 شهور هيك بشويه نتفقدوا اون كونسلتاسيون مره في 6 شهور ما تقلقش. شنو الاسباب نتاع التاخر معناها؟ بالنسبه للتاخر ساعه كما قلنا فما سكون ابيل تاخر عضوي اورجانيك وفما اسباب نون اورجانيك اللي هي غير عضويه معناها صغير ماهوش مريض مي صغير. علاش؟ كما نقول من عند ربي ما فما من عند ربي هذاك اوكي وفما ان بروبليم اللي هو سامبل على الاخر سي لو ديفو دابور انه ما يكش بكدي. كو سوا البيريود الاولى نتاع اللي يكون يرضع فيها من امه والا من الحليب الارتيفيسيال هذوك لي بريباراسيون للبيبي لي ديفو دابور معناها البيريود الاولى اون مامون تبدا ما تعرفش ترضى ما تعرفش شبع ما شبعش تقول لك انا رضعته القد خليته بيبي القد 4-5 سوايع ما تقيموش سورتو كي تبدا اول مره تجيب بيبي لا البيبي يزمو ياكل كل ساعتين ونص 3 سوايع او ماكسيموم نقيموه سورتو 3 شهور الاولانيين ما نخليهوش يرقد البيبي دونك هذوما هما والا لي بيبي اللي يخلق في اللي ارتيفيسيال مثلا تقول لك لبامون في عود نحل مغرفه في 30 ماي يكفي نحل مغرفه في 60 ماي ما يبداش كونسونتري فوالا يبدا بالعكس ديدوي على الاخر دونك كيف كيف سا ان ديفو دابور معناها ما ياكلش اسي باش يسمن اسي واضح هذا قلت لي فما هذوما لي ديفو دابور فما الكونستيتيوشنيل اللي حكيت عليهم انت اللي هما سي دي مالادي جينيتيك فما صغار يتولدوا ظاهرين معناها نعرفوهم باش يقعدوا قصر القامه مثلا عدد من المرمى يفيقوا بهم وما فيكرش امهم ما يقيسوا الجمج ما هذه مشكله اخرى الطفل المغولي معناها لي تريزومي 21 التاي نتاعهم باش تكون اقصر هذوما جينيرالمون سا بوز با دو بروبليم مش سا بوز با دو بروبليم نعرفوهم نبداو فهمتني والا فما الامراض الاخرين اللي لي مالادي اوسوز نسميهم ظاهر معناها الصغير قصير خاطر ان دي بارون قصير برشا لو نانيزم هذاك دونك نعرفوه نرجعوا للروتار دو كروسانس فما هذايا سو كون ابل لو روتار دو كروسانس انترا اوتيران معناها ملي هو في كرش امه نقيسوا البيبي نقيسوا طول دور الراس نقيسوا الفخاذ فوالا نلقاو ان البيبي نقص في الميزان والدوره نتاع الكرش فوالا الدوره نتاع الكرش دونك سو كون ابل لو روتار في وسط كرش امه هذايا يتولد بيبي سور ماهوش باش يتولد كيما البيبي النورمال باش يتولد انقص شويه هذايا صغير نورمالمون العميل الاولانيين اون دوا لو راترابي يلزمنا نلقفوه جينيرالمون توا الامهات كلهم يولدوا في معناها في دي كونديسيون خير من قبل ونفيقوا بالصغير اللي ينقص في الميزان ونقدروا نراقبوه معناها ديما الاشهر الاولانيين دونك العميل الاولانيين اون ايسي او ماكسيموم نحاولوا ان نخلطوا باهي مدام واللي باغ اكزومبل الطول نتاعو يكون ماشي نورمال الوزن هو اللي مش نورمال هنا سا كوز دو بروبليم والا العكس بيان سور اورزالي هو جينيرالمون اللي قلقنا اكثر هو الغوتار اللي في الطول علاش خاطر سي سي با كونستيتيوشنيل اللي حكينا عليه اذا كان ما تولدناش به كسوا امراض جينيه ولا امراض خلقيه معناها اللي وراثيه يتولد بهم هو فما سو كون ابيل هذوما الصغار اللي يقعدوا قصار علاش على خاطر ينقصوا في الميزان من الاول وبعد يقصروا كيما المالادي سيلياك اللي حكينا عليها مره اخرى قلنا المالادي سيلياك هذيا اللي هي تحسن من القمح اي دوتر سيريال الاخرين البيبي من الاول فماش امتصاص ينقص الامتصاص دونك ينقص في الميزان ومن بعد نقصان في الميزان هذا باش ياثر لي على الطول دونك سا معناها في الاخر حبيت نركز انه راهو كي يجيك صغير تقول لك مدام ولدي ضعيف ولا ولدي قصير راني شفت باغابوغ لخواته ولا سيك ولا ولاد عمه ولا لي كوزان نتاعو راهو مش فرطول هو اياه
دونك انت لازمك تعمل ان انتيروغاتوار معناها تري بريسي للام باش نشوفوا ساعه طول الام وطول البو مثلا انا وراجلي مش كيما اختي وراجلها مش كيما انا لازمني 1 متر و 2 متر باش يكون نورمال اوكي واضح فهمتك معناتها لا تاي دي بارون الي امبورتونت لانتيروغاتوار معناها الاستجواب هذاك نتاع لي بارون سي تري امبورتون تعرف لي كونديسيون سيسيو ايكونوميك مش كيما عائله متوسطه الحال كيما والا ميسوره كيما عائله ما عندهاش دخل اسي دونك هذوما الكل يهمونا باش نعرفوا انو هو الطفل اللي فريمون هو يكون متاخر والا لا والمشكله نتاعو اسكو خاطر 80% من الصغار اللي يبداو ما عندهمش مرض ظاهر تكون مشكلتهم ديفو دابور انهم ما ياكلوش بالكدا التغذيه نتاعهم والطفل حتى الاربع سنين يلزمو ياكل ثلاث وجبات وعلى الاقل دو غوتي على الاقل ولي غوتي ما نخليهمش مع الماكله معناها مش فطر فطور صباح توا ساعه من بعد نعطيه غوتي ساعه من بعد نزيدو حاجه اخرى ساعه من بعد يفطر لا يفو اسباسي لي روبا معناها نبعدوهم على بعضهم بساعتين لو طون اللي هو هضم اللي كلاه لو طون اللي هو جيع بور اسيميلي الماكله الجديده. بهذا مثلا الصغيرات اللي ماهمش ياكلوا بالكدا والطول باش يدخل في الحكايه بيان سور وفما تقام ضعيفات ضعيفات بلوتو وطولهم نورمال. ينجم يكون ولا؟ بيان سور ينجم يكون. كيف كيف نرجع مثلا لو رابور افيك لي بارون الي تري امبورتون تلقى الوالدين سمان. معناها تبارك الله معناها وتلقى والدين بالعكس ضعاف على الاخر معناها دونك هو ما هبطش تحت الكورب هذايا كسوا البنات ولا الاولاد ما هبطش تحت الكورب ما عندنا حتى قلق اون فوا ولا تحت الكورب وقتها نتقلقوا نتقلقوا باهي مدام والنساء اللي قاعدين يوكلوا برشا في صغارهم معناتها فغيمون يوكلوا فيهم ماكله اللي تحسوا صغير تبارك الله معناها مدور ما عندوش تاثير على السكيلات نتاعو على الهيكل العظمي في النمو نتاعو هنا ولا الموضوع اخر اللي هو لو سوربوا سوربوا اي لا جالي بوزي ان فايت است كون بو بارلي شي ان انفان ان بيبي هكايا دو انوركسي اي دو بوليمي معناتها النجمو نحكيو عليهم الانوركسي اي لا بوليمي سي با لو petit enfant petit enfant معناها كيما قلت لك احنا نقسموهم من 0 ل 4 سنين من 4 سنين لسن البلوغ وبعد سن البلوغ مازالوا دي زونفون راهو حتى 18 سنه سي دي زونفون مادام ما وصلوش 18 سنه دونك عندنا البيريود سورتو نتاع البوبرتي هذيك سن البلوغ هذيك تعبنا بالكدا بالكدا فيها الانوركسي فيها البوليمي فيها الصغار ما عادش يحبوا ياكلوا والا بالعكس يزيدوا ياكلوا اكثر من اللازم هذا عنده تاثير على النمو نتاعو ولا حاجه باهيه ولا اللي يحبوا ياكلوهم بالسيف لا اللي يحبوا بطبيعه اسمعني لا افراط ولا تفريط كو سوا لو مونك دابور ماهوش باهي وكيف كيف ليكسي معناها خاطر شفنا توا صغيرات عندنا برشا صغيرات كي نعملوا احصائيات ولينا باش نوليو نتبعوا دول الخليج انهم فما برشا امراض السكري ظهرت جديده فما لي تونسيون ارتيريال معناها تونسيون ارتيريال هذايا ضغط الدم عند الاطفال موجود زيدا من الماكله المالحه من الماكله تو سكي شيبس تو سكي موالح زايده وكيف كيف السكريات الزايده تنجم تقلقنا من بعد وتسبب لنا اضطرابات في الميتابوليزم معناها دي تروبل ميتابوليك. باهي مدام شو معناتها انا كي يبدا ولدي زايد على الوزن نتاعو برشا هو بيبي اسكو ما كي نجيك مثلا انت كدكتور تقول لي نقص له من الماكله عمل له ريجيم ان بيبي نجم له هو ديجا الختام بيبي لا باغ اكزومبل لو بيبي لا بروميير اني احنا توت الوغ قلنا اون بارل دو روتار دو ستاتورال اذا كان الطول والا الميزان ناقص اقل من وحاجه اخرى زاد عندنا اون فيتيس دو كروسونس لا فيتيس دو كروسونس اللي حكينا عليها قلنا البيبي اللي عامله لين ياخذ 25 سنتيمتر باغ اكزومبل مش كيما بيبي تولد يوزن 5 كيلو 200 كيما بيبي تولد يوزن 3 كيلو معناها جو في با دوموندي انا البيبي باش يقعد يستنى هذاك اللي تولد 5 كيلو يقعد يستنى اللي تولد 3 كيلو ما يزيدش في الميزان نو عندنا اون كو اون فيتيس دو كروسونس كو سوا في جينيرالمون ما عنديش شكون اكسي ديباس وقتها نقصوا سا سي نورمال وعندنا زاد سو كون ابيل لي مامون يزيدوا لي فارين
في اي فاغين في الحليب وكل شيء معناتها باش يديروا لها هكا صحته باش يقولوا امه فريمون تاكل فيه وصحته لاباس وي بي مدام شنو تنصح النساء كسؤال ختامي بي نعاود ناكد راهو ستة شهور الاولانيين تري تري امبورتونت علاش على خاطر البيريود هذيك المخ يكبر فيه والعادات نتاع الصغير زاده تتكون من وقتها هما العامين الاولانيين اذا كان ما خلطوش على ان روتار راهو صعيب برشا باش نخلطهم بعد راهو ما تخافش اذا كان ولدها تولد صغير في الميزان على خاطر كسوا هي كانت عندها مرض وهي انسانت معناها هي حامل فيه كسوا عندها ضغط الدم والا السكري خاطر السكري يجم يعطينا الزوز يجم بيبي تولد سمين كيما يجم بيبي تولد ضعيف دونك ما تخافش يفو جوست سويفغ معناها كل شهر وشهر سورتو لي مامون اللي في الحباله نتاعهم كان عندهم قلق كسوا ديزانفكسيون والا هذوما اللي ستة شهور الثانيين البيريود نتاع ديفيرسيفيكاسيون اليمونتير لازمنا ننوعوا بشويه بشويه من غير ما اون انسيست انه صغير ياكل خاطر البيبي بيبي حتى عمره عام يجم يعمل انوريكسي انا حضرت على بيبي قالت لي انا نمد البيبران وهو يقوم يبكي انا نمد المغرفه وهو يقوم يبكي علاش سي دي بيبي هذوما تجم زادة فما لو كونفلي فاميليال ياثر بكدا على الاي فما دي بارون يبداو مش فاهمين فما لا مامون ال ريفوز لو بيبي معناها البيبي بلوز هذايا سو كون ابل ديجا قطوس انفيس دونك برشا عوامل تاثر على البيبي راه نحكي على تاثر على البيبي بلوز خاطر الموضوع برشا عباد مش فاهمين اي سورتو الرجال لا حتى لي حتى نساء معناها يقول لك لا لا يا اخي احنا هنا ولدنا لاباس علينا ما جرانا حتى شيء صحيح سي با فغي معناتها ميرسي بوكو دكتوره وفاء زيدي سديري اخصائيه في طب الاطفال نمشي ريبورتاج الخاص بزميلتنا منير حرزي على الحيط ونرجعوا عسلامة ومرحبا بكم في جولة سريعة لأهم الأخبار اللي شغلت الرأي العام هاليامات ونبدأوها بالإيجابيات والتفاني في العمل لليوم الحماية المدنية وتحديداً فرقة رادس اللي قامت بمساعدة امرأة على الولادة داخل مصعد عمارة بمدينة رادس وعملية الولادة تمت بنجاح من بعد تم نقل الأم والرضيعة للمستشفى بالجهة وهما الزوز بحالة جيدة والفضل هنا يرجع للأعوان الحماية المدنية اللي كل مرة يوريونا أنهم فعلاً في خدمة المواطن ومواقفهم تنال إعجابنا مرة عن مرة ورغم أنه هذا في نطاق خدمتهم إلا أنه لازمنا نشكروهم ونثنيو على مجهوداتهم ونشجعوهم ونقولوا لهم أنه راهو المجهودات هذه ما تمشيش هباء وواجبنا نوجهوا لكم تحية شكر كبيرة برشا. الأخبار اللي بعد يجينا عن طريق تعليق صوتي الوالد الطفلين اللي تمت إصابتهم في انفجار اللغم في منطقة السويسية بالقصرين من ألطاف الله أنه الأخوة الزوز منعوا من الحادثة وبقوا على قيد الحياة لكن إصابتهم كبيرة ومنهم الطفل اللي تبترت ساقه الوالد نقلا على إذاعة نجمة FM يقول وأن والي سوسة جاء المستشفى سهلول للإطمئنان على صحة أطفاله وقام بخطوة اعتبرها الوالد إهانة ومتمثلة في أنه الوالي وهب للطفل 10 دنانير وباقة ورد خاصة وأنه ولده تعرض لبتر ساقه والضرر نفسي كبير حسب تعبيره جاء وعمل حاجة مش بيه كي جي مش تعاون فتمدش 10,000 للطفل 10,000 وكي جي مد 10,000 ونشيوتها رجعه الوالد أعطاه 10,000 والله 10,000 كما أشار الوالد لأنه بحاجة المساعدة على علاج صغاره وحمايتهم وكان لزم الأمر إعانته على تحويل مقر سكنه من منطقة السويسية اللي ولات تشكل خطر على أبناء الصحة ونرجع للأخبار الإيجابية والمرة هذه من بلدية غار الملح من ولاية بنزرت وين انطلقت غار الملح في تجربة بيئية جديدة تتمثل في إعداد حاويات خاصة بالبلاستيك والورق وبقايا الخبز واللي باش تتعمم على جميع المؤسسات التربوية وبعض النقاط في المدينة في إطار الحرص على تأمين وضع بيئي سليم بدرة طيبة وحاويات مزيانة وكيف هالبدرة هذه ماذا بينا نشوفوها في مختلف ولايات تونس ومختلف مؤسساتنا التربوية وغيرها ونتمناو أن كل البلديات تولي النظافة أهميتها تمشي على نفس هالمنوال هذه كانت اخبار على الحيط رايكم البنات نقول رايي انا يعطيه الصحه ولي سوسه ناس كيفاش طيبه ما يدخلش ديار الناس يدو فارغه معناها 10,000 وباكو نوار انا تو معناها كي نعطيه واحد صغير مهبه يضربني بكف معناها كي نعطيه انا مهبه مش ربي يلطف بيه طفل مسيكن ساقو غزولي ساعات واحد يشوف حاجات قلبه يوجعه على خاطر اللامبالاه انا عندي ما تمشيش خير من تمشي وتصوروك المصورين والصحفيين وانت تعطي فيه 10,000 علاش تعطي فيه في 10,000 علاش اعانه
انا نقول زيد نكمل في كلامك معناها انه المسؤولين وفما بعض المسؤولين مش الكل عندهم مانك دو كوميونيكاسيون معناتها ما يعرفوش السافوار فير مع الناس مع اون ديغي مشى الواحد جاره عطاش ما تمشيش لا ما تمشيش كان تحب تعمل حاجه بالحق ما نعرفش انت والي وعندك سلطات وعندك ميزانيه وعندك برشا حاجات نجم تعاون الوالدين نتاعو وتنجم كان انت ما عندك كان 10000 ما عندكش علاش باش تمشي وتظهر وتعمل زعما زعما اللي انت مشيت وطليت ما فماش علاش زايده بالعكس الواحد يعمل في حاجه في باله باش تنفع وضرتك باهي حبيبه والله ما عندك الحمايه المدنيه اللي ولدوا المراه فيها ليه نمشي نكمل في الموضوع هذا خاطر الحمايه المدنيه تعطيهم الصحه والحاويات ان شاء الله نلقاها في تونس كامله اما اذا اللي نحب نقوله الناس هذوما اللي هما هالمسؤولين ولا اي عبد في البلاد يعمل في حاجه كيفاك سامحوني يتفرجوا شنو عندهم في مخاخ بارح طلع مع تاكسي تعرف قال لي قال لي استعبطوا فينا مش بالهم قال لي استعبطوا فينا مش بالهم هما مازالوا يحكموا في جدود جدودنا مساكن الاميين رانا ناس مثقفه حتى اللي يسوق في تاكسي حتى الخزار رانا ناس واعيه رانا تقدمنا راهو العالم تقدم راهو 2018 قاعدين تعملوا راهو لي ديسكور اللي قاعد تحكي على كوميونيكاسيون مستشار معناتها مستشارين نتاع كوميونيكاسيون ما يعرفش رئيس بلديه تخرج بمصالحه في بالها هذيك كي هي باش تسيق الكياس هذيك ولا الاخر في الفيضانات يسلطوا معناتها من كوميونيكاسيون بارل ما داروا شيء يفلق من الاجناب بالواحد يستعبطوا فينا تو سامبلومون وي استهبال اسمه وي دونك انا حبيت نشكر جماعه الحمايه المدنيه في رادس اللي قاموا بعمليه ولاده ناجحه يعطيهم الصحه وشوف الحق يطلع فيها يا صوصر بلاش سوري دونك يعطيهم الصحه والحاجه اللي باهيه انه هو دورها الحماية المدنية هو إنقاذ الأرواح وهذا دورها ما شوف معناها كيف يعملوا حاجة بها مع أنه في إطار خدمتهم فهمت نشكرهم زادة يعطيهم الصحة برافو كالصغار رأيتك الصغير أنا هزم شيء على ساقية ويه برافو باي خيكا من علقة دراك تسمح دونك حبيت نشكر كيف كيف بلدية غار الملح على الحاويات اللي نشروهم في البلدية هنا وإن شاء الله اللي فما حاويات البلاستيك والورق وفما بقايا الخبز وإن شاء الله تتعمم هذه الحكاية مع أنه دون لو طون كان فما الحاويات هذو ما فهمتش بعد الثوره ونمشي وي 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 تتغشش خاطر لا خاطر ليه ما خاطر مش حكايه تتغشش خاطر دخلت لها في كلمتها نحب نقول حاجه على الحاويات هذوما تو تذكرتها هذاك على خاطر ان شاء الله التوانسه كيف يلقى مكتوب عليها بلاستيك يحط فيها بلاستيك أيوة يلقى الوعي. مكتوب عليها خبز الوعي. يلقى يحط فيها خبز خاطر لقيناهم هذوما في بعض الولايات في مش ولايات في معتمديه المرسى موجوده في بلاصه البلاستيك يحط لك معقوله وطماطم وهو واحد انا نحب نرحب بروعة المطماطية اخصائيه في التغذيه مرحبا بك روعه صباح الخير صباح النور على العرك دونك روعه اليوم باش نحكيو على الريجيم عند الحامل المراه الحامل هي اما قبل كان تسمح نرجع بحثها شافت حياه شافت حياه كان عندك تعليق على اللي سمعته الكل بيان سور نجم تعلق مرحبا وخليني لهي في سفرج لي خير والله يا فاطمه شيء ما عادش عبدي نجم يتكلم في تونس شيء غلب شوف فاطمه انا اليوم باش نعمل لكم خشاف في العاده الخشاف راهو ما يصبر ما باش نوريكم كيفاش تعملوا خشاف ويصبر وكيفاش تخبيوه وكيفاش تعبيوه في الدبابس. شنو هو الخشاف مثلا؟ الخشاف اللي هو سفرجل لكن سفرجل مقصوص مش مرحي هو الخشاف كي يبدا مقصوص في العاده الخشاف يبدا بروج هكايا ونطيبوه مع القرفه مع عود قرفه ونخليه فوالا نطيبوه هكايا الخشاف انا بدلت جي ريفيزيتي لا روسيت هذوما راهو ما تلوحوهمش هذوما القلوب نتاع السفرجل كي يبدا ماهوش مسوس والقلب مش مسوس هذا اللي يسيب الجيلاتين في وسط المعجون نتاعنا هو يسمح له باش يعمل كجولي هذاك اكل العقد شويه راهو القلوب هو هما اللي يعملوا له الجولي بتاعو باهي انا فاطمه خذيت عندي كيلو سفرجل قشرته على خاطر قشوره معناها معمولين من قمشة برشا ما حبش ينضاف قشرته نحيت له قلوب وخليتهم استحفظت بهم باش نحطهم توا في وسط السكر نتاعي حطيت عويت قرفه صحاح باش نصب شويه ماء باش يغلي فيه السفرجل نتاعي نحطه يغلي هذايا
خاطر السفرجل زاد يسيب الماء، نقصوا تروف تروف، وقت تبداو تخدموا في السفرجل نتاعكم تحطوا عليه ساعه ساعه شويه قارص باش ما يحمارش، باش ما يصيب شكل الحموره نتاعو. توا وقت السفرجل معناها اوني اون بلان سيزون، تقصوه تروف تروف هكايا صغيرين، وفيغيا مزيغ اللي تقصوه تحطوه يغلي في وسط السكر، ما تكثروش السكر، راهو هو بيدو فيه سوفيزامون سكر باش يسيب الحلاوه نتاعو، وتيب تقريب حكايه نص ساعه ساعه غير ربع حتى لين تشوفوه عقد وعمل اكل جولي نتاعو. نوريكم كيفاش تخليوه، خاطر في العاده قلت لكم راهو ما يصبرش الخشاف، ما انا لقيت سيستم باش نخليه يصبر عام كامل واكثر من عام من غير مواد تصبير من غير حتى شيء. باهي شفت حياة. دونك نرجو نحكيو مع روعة المطماطي، قلنا اليوم باش نحكيو على شنو المرأة الحامل لازمها تاكل. باهي ماك جيت انت شقول معناها جيت على الجرح ونزلت، راك تعرف المرأة الحامل تزيد في الوزن اوتوماتيك على الأقل 15 20 كيلو. وديما توا معناتها النساء نشوفوا ماذا بهم يقعدوا ديما محلاه تايهم مالغريك هما حبالة. باهي شنو لازمها تاكل؟ شنو الكاليتي نتاع الماكلة لازمها تاكل؟ باهي انت قلت تزيد في الميزان، هي راهو سي انيفيتابل، معناتها المراه الحامل باش تزيد في الميزان اوتوماتيكمون. اما فما ميزان من ميزان فما ميزان تنجم تزيدو غير الميزان البيبي، فما دي كيلو دو غريس يتزيدوا في البدن اوتوماتيكمون. قد ما تبدا المراه الحامل ميزانها قريب من البوا ايديال نتاعها قد ما خير، وقد ما عندها اكثر كيلوات تنجم تزيدهم. مي مثلا كي تقولي 20 و 30 كيلو زدتهم في الغروسيس وقتها تولي حاجه مش عاديه. اما كي تبدا بين 10 14 كيلو 13 كيلو وقتها مازلنا دون لي نور. دونك ديجا بور كومونسي انا ديما نقول سورتو الامهات توا هكا ولاو متثقفين ويعرفوا يفو بروغرامي لي غروسيس نتاعهم، معناتها يلزم تبدا من قبل ما تحضر روحها، صحيتك تحضر روحها، تصلح الريجيم اليمونتيغ نتاعها اللي هنا باش نقولوا من بعديكا كيفاش. كان زايده برشا في الميزان ولا عندها ان سوربوا ماذا بها تنقص فيه لو ماكسيموم، على خاطر من بعد قد ما تكون زايده في الميزان قد ما المارج نتاع لي كيلو اللي تنجم تزيدهم ينقص لها، دونك تولي تعس اكثر من اللازم. دونك هذه حاجه. الحاجه الثانيه فما مشاكل اللي نجموا يعرضوا نساء اول الولاده، كيما مثلا تقيؤ، فما برشا نساء يجيهم تقيؤ بصفه كبيره، معناتها النساء هذوما يلزمهم طول يمشيوا للطبيب وياخذوا دي كومبليمون اليمونتير باش يعوضوا اكا نيوتريمون اللي خسروهم. ما عندهم حتى حل اخر غير انهم ياخذوا لي كومبليمون اليمونتير. وفما لي دوز اكستريميتي اللي هما يا اما افراط في الاكل والا قطع شهية كومبليتمون. دونك في الحالتين هذوما باش نعملوا نفس الحاجة بريسك، اللي هي باش نقسموا الماكلة نتاعنا على خمسة ستة وجبات، أما كل وحدة والطريقة نتاعها كيفاش. إذا كان أنت امرأة أونسانت وتقطعت عليك الشهية كومبليتمون، دونك باش تولي تاخذ دي بتيت كونتيتي دي بورسيون صغار، أما الفالور نيوتريسيونيل نتاعهم تكون قوية بالكدا. مثلا نعطي إكزومبل، باش ناكل كعبة ياغورت، ناكل كعبة ياغورت نحط فيها مثلا كعبات فيكيا، والا باش نشرب كيس حليب الصباح نحط شويه نسكلي شويه سامحني عسل فوالا شويه غله نحط مع الغله فيكيا. دونك نحاول نطلع قد ما نجم القيمه الغذائيه نتاع لي كونتيتي صغار اللي انا قاعده ناخذ فيهم، ونولي ناكل كل ساعتين، معناتها مثلا وجبه الصباح نقسمها على مرتين ولا على ثلاثه، وجبه القايله كيف نقسمها على مرتين، مش بالضروره نكمل الصحن نتاعي في وقتها، معناتها نحاول نقسمه كاني نخدم او كنحاول نهز معايا حتى هكا في دي بوات صغيرونات، ولا كاني في الدار نحاول نخليها على الطاوله نغطيها ونرجع كل شويه نرجع ناكل منها دي بتيت كونتيتي. دونك هذوما الحلول اللي نجموا يعاونوا. سينون كان انقطاع الشهيه تواصل وكان حاد بصفه كبيره يلزمها تمشي للطبيب باش يحاول يعاونها ويلقى لها دي سوليوشن. هذايا من ناحيه من لي دوز اكستريميتي هذوما. باهي وشنو معناتها يلزم انت قلت لازم تاكل بالكدا، شنو لازم تاكل؟ ماك تعرف تقول لك بالكدا تلقى امك تقول لك كل كسكسي ومقرونه ونعناع وحماتك وحماتك تقول لك كل وكل اثنين وكل ثلاثه دونك بالله ميساج صغرون لي مامون والحماوي تخليهم على راحتهم راهي تاكل الواحد ديجا سلكت ما تغصبوش عليهم سيكليت بعد يلقاو رواحهم ب 20 ولا 30 كيلو زايدين برشا عليهم. دونك فتره الحمل فاطمه باش نقسموها على ثلاثه فترات ثلاثه مراحل. الفتره الاولى هي التيمستر الاولى ثلاثه الاشهر الاولى
الويلة. بالنسبة للمرأة عادية تاكل في وجبة ثلاثة وجبات في النهار، تاكل برينسيبالمون من الدار، ما عندهاش تغيير كبير، صف إن باش نزيدوا شوية في البروتينات اللي نجمو نلقاهم في اللحوم، في البقوليات، شوية في الفاكهة، في عود تعوض مثلا كان يتاخذ خبز أبيض نعوضوه شوية بالخبز الأسمر أحسن للألياف. دونك هذوما تغييرات خفيفة. كاني مرأة تاكل كان مشارع ومبلبزة برشا في ماكلتها، باش تحاول تنحي الزايد الكل، تنحي توسكي غافيني معناتها لاندستريال اللي تشري حاضر، وتحاول تحضر حاجات في الدار حتى إذا كان ما عندكش الوقت تلقى هكا شوية وقت لروحها باش تنجم تحضر حاجات في الدار كيما سلايد كيما لي بلا لي بريباري في الدار، بلا مقرونة مثلا ولا كسكسي ولا اللي هو، ديما أحسن برشا من أنها تشري من الشارع. روعة. توا الكتان منصوح به للحامل وإلا لا؟ هو بصفة عامة يقول لك الأعشاب المرأة الحامل تبعد عليهم شوي. ولا. بصفة عامة. أنا بالعالم نقول فيها خاطر شفت في الإنترنت كو انتيردي. سورتو في العشرة الأولانية. سورتو في العشرة الأولانية خاطر فما دي دوز تنجم تكون ضار. تضر المرأة ولا تضر حتى الجنين. معناتها كان عندك حاجة تاخذ فيها مستانسة تنحيها ولا كان عندك. الشوفان لا، الشوفان عادي. الشوفان عادي، الشوفان هما حبوب نجم نعوضوا بهم الخبز، نجم نعوضوا بهم معناتها سورس دينيرجي ما يقلقوش. أما الكتان أما الباقي الكل أعشاب وكتان وكل. ايفيتي باغ بريكوسيون. هو حتى الحلبه يقول لك لا دو بريفيرونس تنحيها، راجعها من بعد بعد ما تولد ما يقلقش. كيفان بالحلبه صحيتك اذا كان تشرب فما ورش عبيد يشربوا الحلبه كل يوم. صحيه وي. ثلاثه شهور الثانيين بي ابارتير من اخر فما حاجه مهمه قبل ان تعداو الثلاثه شهور الثانيين اللي هما لاسيد فوليك اللي هو الفيتامين بي 9. مهم برشا انه المراه ترد بالها من ناحيه لاسيد فوليك هذايا على خاطر هو اللي باش يعاون الجنين انه ينمو طريقه عاديه. دونك نلقاوه في الخضره الخضراء لونها اخضر كيما سبناخ كيما ليتو كيما المعدنوس صحيتك، نلقاوه زيده شويه في الفاكهه، نلقاوه في الكبده. دونك نعطيو الكبده المشويه عاده قديمه هذيا للمراه الحامل. دونك ترد بالها وبصفه عامه الطبيب يعطي سوبليمون باغ بريكوشن باش ما نقولك ديجا باش بور ايفيتي لي بروبليم الكل. اما ميسيل شوكه شويه هكا وشويه هكايا. التريمستر اللي بعد نبداو ندخلوا في غوتي اخر التريمستر الاولانيه. دونك الغوتي هذايا دو بريفيرونس يكون يا اما فيه سورس دو كالسيوم والا دو بروتيين، مع هكا ديما خبز صغرونه، حاجات كي من هكايا، شويه بسيسه سي سي بوسيبل. دونك حاجات صحيه ونافعه او ميم طون وتعطينا اكثر شويه. معناتها البسيسه نورمال ناخذوها في ما تقلقش. اي مع انه فيها حبوب كيف كيف البسيسه تكون اباز دو قمح ولا شعير. ما نعرف خاطر حتى الكتان نوعا ما يقولوا قوي وباهي للشعر ودرا هيك ممنوع. مش الكتان شو الكتان ولا مش نشوف بي. دونك في التريمستر الثانية يبدا النمو نتاع العضلات نتاع الصغير تاع الجنين. دونك لهنا يلزمنا نطلع شويه في الكونتيتي دو بروتيين. انا ننصح الامهات ياخذوا على الاقل مرتين في الجمعه حوت اللي هو غني باللي ليبيد لي اسيد غرا اسونسييل، و او ميم طون ما فيهش برشا دهنيات وما هوش برشا انرجيتيك. دونك مرتين في الجمعه حاجه باهيه، حتى سردينه معناتها اي نوع من انواع الحوت. نجم زيدا كيما قلت في الغوتي نجم تاخذ مكسرات شويه فيكيا، ما نكثروش منها خاطر كي نكثروا منها تولي ايبر كالوريك. دونك تولي زايده برشا. دونك احنا بالنسبه للمراه الحامل باش نزيدوا 200 كالوريك اكاها، وماهيش حاجه كبيره اللي هي باش تزيد شويه في الكونتيتي دو بروتيين وكالغوتي الصغرون نتاعنا. ركزوا برشا برشا على الكالسيوم كيما قلنا خاطر بدايه تكون العظام والبروتيين. دونك هذايا بالنسبه للتريمستر الثانيه. الثالثه بالنسبه للتريمستر الثالثه دونك نزيدو 300 كالوري اخرين. دونك باش تزيدو كيف كيف سو فورم دو بروتين مره اخرى من بين اخر التريمستر الاولى وحتىكش الاخر الحبيله. المراه تزيد تقريبا 20 غرام بروتين اللي هي بورسيون دو بروتين، معناتها تنجم تكون حوته تنجم تكون شويه اسكالوب. دونك تحاول تقسمهم عظم حوت اسكالوب دجاج لحوم حمراء. ما نحاولوا ما نفوتوش مرتين ثلاثه في مرتين ثلاثه في الجمعه صحيح، ونحاولوا نطيبوهم مليح زاد. ردوا بينا فما نسي اللي نجم يقلقهم الماكله كي تبدا مش طايبه مليح. والخضروات لازمها تتغسل بالكدا 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 بالكدا. علاش الخضروات؟ انا قلت خاطر فما انواع نتاع فيتامين اللي كيما الاسيد فوليك اللي حكيت عليه اوكسيدابل بالضوء وبالتطيب برشا. دونك باهي اذا كان نوعه مره طايب ومره ني، اما كي طيبوا اكثر من اللازم باش تنحى المنفعه نتاعها. دونك كي طيبوا يا طيبوا جوست على نار هاديه والا بالفابور
تو سامبلومون، والا تغسل مليح 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 الخضره نتاعك، كلزم بقطره جافيل وتشللها مليح مليح بوغ ايفيتي، والا قطره خل كيف كيف نجم زوز يقضيو، دونك باش بوغ ايفيتي اي نوع نتاع انفيكسيون ولا ولا الغله افولونتي. الغله مش افولونتي برشا، نحاولوا مع كل وجبه ناخذوا كعبه غله، في الكوتي نجموا ناخذوا غله، نجموا نعصروا عصير نتاع غله، نزيدوا فيه شويه عسل ساعات، ولا ونتفاداو ان نحطوا السكر في الفلو. سينو تحاول المراه الحامل تبعد على توسكي حلو برشا وتوسكي مالح برشا، دونك هذوما حاجتين ينجموا يقلقوها، الملح ينفخها برشا والسكر ينجم يقلق ويقلق حتى في البوا نتاع جنين اللي يلزمو يتولد في بوا طبيعي، فما نسي عرضه زاده للديابيت جيستاسيونيل اللي هو ديابيت اللي في وسط الحبيله، دونك هذيك تاخذ عليه تريتمون وتحاول توازن كيما انا قلت ماكلتها قدر ما تنجم، وفي اخر الغروسيس تنجم تعمل مارش، تنجم تعمل بيان سور بعد اذن طبيبها وتنجم يتولد صغير بطريقه طبيعيه. باهي نحب نرجع لثلاثه شهور الاولانيين، تعرف انسان مثلا يجيهم لو حم صعيب وياسر تقيؤ وكل شيء، فماش حاجه في الماكله اللي تخليهم ما يتقيؤوش باغ اكزومبل؟ الحاجة الوحيدة كما قلت لك من بكري انهم يحاولوا ياخذوا دي كونتيتي صغار على الاخر، معناتها حتى تقسم اكثر من ستة مرات مش مشكلة، معناتها ستيل تاكل كل ساعة ونص ساعتين كونتيتي صغار برشا باش تحاول تهضم وتحاول تاخذ دي فيبر. لي فيبر اللي هما الالياف اللي موجودين في الخضرة، موجودين في الحبوب الكاملة، معناتها كما الخبز الكامل والمقرونة، نجموا نعوضوا المقرونة البيضة بالمقرونة السمراء، الفارينة البيضة نعوضوها بالفارينة السمراء، هذوما الكل يعاونوا على الهضم باش وموا تنقص شويه مكان الاحساس تاع بالونمون نتاع القلق. سبور روعه. سبور يلزم تشاور طبيب، دونك هو في الشهر الاولى غير منصوح به، من بعد ابارتيغ من التريمستر الثانيه تشاور طبيبها، اذا كان طبيب نتاعها عطاها لوكي وقتها تنجم تعمل لاكتيفيتي فيزيك، ما هي منصوح بها لدى المراه الحامل اللي في صحه جيده. ميرسي بوكو روعه المطماطي، اخصائيه في التغذيه، كانت تحكينا على تغذيه المراه الحامل. نخرجوا احنا توا فاصل ومن بعد نرجعوا مع حبيبه.